جورج كواسي للغرافة، نيني نيني في المكان السليم، يا سلام مهارة موجودة والتسديدة، جول جول للغرافة، هدف للغرافة، ألعاب جميلة للبرازيلي نيني، والبرازيلي الآخر إليكس، إليكس يأتي بالهدف الأول بتمريرة جميلة، وبعد ذلك يضع الكرة بصورة راقية. هذا مني، بدأ المهمة وأنهى يا سلام يا سلام، بنجاح وبذكاء وبحرفنة كبيرة ما فيها القوة، ولكنه استخدم الذكاء الكبير، ما سدد بقوة، هدف جميل يسجل في الدقائق الماضية من عمر الشوط الأول، وعالية وخطيرة، جول جول، العمدة عماد يأتي بالتعادل، هو بحاجة إلى هذه الكرات حتى يسجل من أنصاف الفرص، من أنصاف الفرص، من نوعية المهاجمين القادرين على أن يسجل من أنصاف الفرص. هذه نصف فرصة، ليست فرصة كاملة، استغلها استغلالا مثاليا عماد الحوسني، لكن يا سلام على تيسير الجاسم، هو اللي يسر الأمور، هو اللي سهل الأمور للعمدة عماد لأن يأتي بالتعادل، وبالتالي الأمور الآن واحد واحد. حلوة المباراة، مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو، وهنا في هذه المرور الآن في لمسة يد، نعم في لمسة يد على كامل الموسى في الكرة الماضية، الكرة تغير الاتجاه تصل إلى ضربة جزاء، ونني بالتالي هو اللاعب الذي ربما يتقدم الآن لتنفيذ، لا جبريل سيسي، جبريل سيسي، هل بالإمكان أن يهدي الفرنسي، هل بالإمكان أن يهدي الفرنسي جبريل سيسي اللي سجل في مرمى النصر الإماراتي هدفين، وسجل عفوا في مرمى سبهان هدفين في هذا الملعب، في هذا الملعب الآن يتقدم، وعبد الله معيوف يناظر، والتركيز من جانب الفرنسي، ضربة جزاء بالإمكان أن تهدي الغرافة، التقدم الآن، يتقدم الآن، يسجل جول جول ثاني للغرافة، الغرافة يتقدم الآن من ضربة جزاء، وبالتالي صارت الأمور، الغرافة يتقدم الآن، والكرة من ضربة جزاء نفذها سليمة، مرت سريعة، استقرت في الشباك، يتقدم الغرافة، وبالتالي تصبح الأمور الآن عند تقدم الغرافة على شكل الأخرى القادمة، هذه المرة من الجهة الأخرى، مراقب عماد الحوس، خطيرة، جول جول، التعادل عن طريق الكولومبي بالومينو، بالومينو أيضا بالراس، أيضا بالراس، مرتين سجل النادي الأهلي، الراس العمانية في الأولى والراس الكولومبية في الثانية، وبالتالي مباراة الآن تعود إلى التعادل، كرة جميلة، كرة جميلة ملعوبة من فيكتور سيموس براس، وبعد ذلك تأتي المتابعة، بدأت برازيلية، براس برازيلية وبراس كولومبية، وبالتالي التعادل يعود الآن، والتعادل يعيد المباراة إلى نقطة البداية، أربعة أهداف جميلة بين الشقيقين الصديقين الكبيرين، الغرافة القطري